في الدرس السابق قمت بعد جداول الضرب من 1 إلى 9، وكان هذا شيئا جيدا لأن جداول الضرب الأساسية هي من 1 إلى 9، وسترى أنه إذا كنت تعرف جداول الضرب من 1 إلى 9 فستستطيع القيام بأي مسألة ضرب بين أي عددين ضمن 1 إلى 9، وبالإضافة إلى ذلك تستطيع القيام بضرب عددين ليس ضمن هذه الجداول، لكن ما أريد فعله الآن هو إكمال جداول الضرب 10، 11 و 12. إذن ما هو حاصل ضرب 10؟ ولنبدأ مع الصفر، 10 ضرب 0، وأي عدد نضربه بصفر يكون الناتج 0. 10 أصفار يساوي 0 زائد 0 زائد 0 زائد 0 10 مرات. ما هو 10 ضرب 1؟ 10 ضرب 1 لأنه لدينا 10 مرة واحدة، أو 1 نجمعه بنفسه 10 مرات ويساوي 10، وهذا طبيعي في هذه المرحلة. ما هو حاصل 10 ضرب 2؟ 10 ضرب 2، كنت أريد أن أغير اللون ولكن لم أفعل. 10 ضرب 2 هذا يعني 10 زائد 10 ويساوي 20، وهذا كافي. ولاحظ أننا أضفنا 10 في المرة الأولى ثم أضفنا 10 أخرى فحصلنا على 20. ما هو 10 ضرب 3؟ هو نفسه 10 زائد 10 زائد 10، أو أنه 20 زائد 10 ويساوي 30. ما هو 10 ضرب 4؟ وأعتقد أنك بدأت تستوعب النمط. 10 ضرب 4 يساوي 40. لاحظ 10 ضرب 4 يساوي 40. ما حصل ضرب 10 ضرب، دعوني أستخدم لونا آخر، 5، هذا يساوي 50. فأي عدد نضربه بعشرة سيكون ناتجه هذا العدد وبجانبه 0. إذن جدول ضرب 10 لا بأس إذا لم تذكره. لنستمر. ما هو 10 ضرب 6؟ يساوي 60. إذن 6 و0. ما حصل 10 ضرب 7؟ يساوي 70. 10 ضرب 8 يساوي 80. 10 ضرب 9 يساوي 90. 10 ضرب 10 هذا مثير للاهتمام، هذا سيكون 10، دعوني أكتب هذا، دعوني أقوم بهذا باللون البرتقالي. 10 ضرب 10 سيكون هذا عبارة عن 10 عشرات و10 بجانبها 0 آخر. ولاحظ أن أي عدد نضربه بعشرة نضيف إليه 0 آخر، بهذا نحصل على ما يساوي 100، وأعتقد أنكم فهمتم هذا. ففي كل مرة أضرب بعشرة أضيف إلى العدد 10، فنحن ننتقل من 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40، و30 عبارة عن 3 عشرات، و90 هي عبارة عن 9 عشرات. لنستمر بها. إذن 10 ضرب 11 يساوي 11 وإلى جانبها 0، أي 110. 10 ضرب 12 يساوي 120. 120 الآن ما هو جدول ضرب العدد 10؟ وإذا فهمت النمط تستطيع أن تحل المسائل. إذا قمت بسؤالك ما هو 5732 ضرب 10؟ كم سيكون الناتج؟ ستكون نفس العدد مجموعا بصفر، إذن هذا سيكون 5732 ومن ثم 0، وهكذا ستعرف هذه الفصل التي وضعتها هنا، ستسهل قراءة العدد.
إذا نضع الفاصلة لنبدأ من هنا، حيث أن الفاصلة توضع بعد ثلاثة منازل، إذا يكون مكان الفاصلة هنا، سأضعها هنا. والآن أستطيع قراءة العدد، فالفاصلة في الواقع لا تغير من قيمة العدد لكنها تسهل قراءته. إذا ناتج الضرب هو 57,320، فقط أضفت الصفر هنا وكانت هذه عملية ضرب مباشرة. ولاحظ أنه إذا كان لدينا 5,000 ضرب 10 نحصل على 50,000، وهذا مشابه لـ50، لكن بدلا من 50 وضعت 5,000 وبذلك حصلت على 50,000. سنتعلم أمثلة مشابهة لهذا في المستقبل، لكن الآن أردت توضيح الفكرة لكم من خلال هذا المثال. الآن أفترض أنك تعرف جدول العدد 10، ننتقل الآن إلى جدول 11. جدول ضرب العدد 11 وهو يعتبر سهلا، لكن الصعوبة تكمن في الانتقال إلى جداول الأعداد الأكبر. 11 ضرب 0 هذا سهل يساوي 0، 11 ضرب 1 وهذا سهل أيضا إنه 11، 11 ضرب 2 نحن في طريقنا إلى تعلم نمط جديد هنا، وهذا يعادل 11 زائد 11، أو أننا سنضيف 2 إلى نفسها 11 مرة، وهذا ما يساوي 22، 11 ضرب 3 يساوي 33، 11 ضرب 4 يساوي 44. أعتقد أن هذا واضح الآن مع حاصل ضرب 11 ضرب 5 إنه 55، ولاحظ أني كتبت 5 مرتين. ما حاصل 11 ضرب 6 يساوي 66، ما حاصل 11 ضرب 7 إنه 84، لا إنني أمزح معكم، لا أريد أن أسبب فوضى هكذا، لكن لا، إنه 77 بالطبع، 77. نقوم بتكرار العدد مرتين فقط، 77. اسمحوا لي أن أغير الألوان، 11 ضرب 8 يساوي 88، 11 ضرب 9 يساوي 99، ما حاصل 11 ضرب 12، 11 ضرب 12، آسفة لقد تخطينا العشرة، 11 ضرب 10، ربما تريد أن تقول أنه 10 10، هذا خاطئ، ليس كذلك، هنا نمط جديد حيث أنك تكرر العدد، وهذا النمط يكون للأعداد المكونة من منزلة واحدة، إذا هذا ينطبق على الأعداد من 1 إلى 9. 11 ضرب 10 نستطيع التفكير بهذا من منطلق أن نضيف 11 إلى 99، إذا 99 زائد 11 ماذا سيكون الناتج؟ سيساوي 110، وأريد أن أوضح لكم كيف. أرجو أنكم شاهدتم درس جمع الأعداد من منزلتين كهذه، فالناتج هنا 110، أو يمكن فعل هذا من خلال جدول العدد 10، حيث يمكنك وضع 0 أمام 11 فنحصل على 110، هذه 11 هنا. أخيرا لنقم بأحد عشر ضرب 12، 11 ضرب 12، لا يوجد طريقة سهلة لتذكر هذا، لذا يمكنك تذكر ذلك بنفسك، أو يمكنك أن تقول أنها أكبر بأحد عشر من 11 ضرب 11. أعتذر ما زلت أتخطى الأعداد، علينا أن نجد 11 ضرب 11 أولا، دعوني أتأكد من أننا سنجد 11 ضرب 11 أولا، ستكون أكثر بأحد عشر من 11 ضرب 10، لذلك سنقوم بإضافة 11، 11 زائد 110 يساوي 121. وكما رأيتم أن هناك ترتيب عند الانتقال للضرب بأحد عشر، لكن سأوضح هذا في المستقبل. وأخيرا 11 ضرب 12،
11 ضرب 12، حيث يمكننا جمع 11 12 مرة، أو جمع 12 11 مرة، أو يمكننا القول لأنه سيكون زيادة 11 عن عن 11 ضرب 11، نضيف 11 إلى هنا، فعلى ماذا نحصل؟ 132. قمت بعملية جمع 121 زائد 11 وحصلت على 132. طريقة أخرى تمكننا من القيام بذلك هي ما حاصل 10 ضرب 12. نحن بالتأكيد نعرف الناتج إنه 120. 11 ضرب 12، حيث أننا نضرب ب 12 مرة أخرى، أي أن الناتج سيكون أكثر 12 مرة من ذلك وسيساوي 132. حسنا، هاتان الطريقتان اللتان نحصل على الإجابة من خلالهما. الآن ننتقل إلى جدول 12. جدول ضرب العدد 12، وعندما تتعلم هذا سيكون بمقدورك حل أي مسألة ضرب ستواجهك، لكننا سنفعل ذلك في عروض قادمة. إذا 12 ضرب 0 سهل جدا، يساوي 0. 12 ضرب 1 أيضا سهل ويساوي 12. أرجو الانتباه الآن، الآن ستزيد القيمة بمقدار 12 في كل مرة. 12 ضرب 2 يساوي 24، لأن 12 زائد 12 يساوي 24. و 12 ضرب ليس 22، دعوني أعيد كتابة هذا. هذا 12 ضرب 3 يساوي 12 زائد 12 زائد 12، أو يمكن كتابته ك 12 ضرب 2. أعتقد أنني سأقوم بذلك بطريقة خاطئة، ويمكن إعادة كتابة ذلك على النحو 12 ضرب 2 زائد 12 أو 24 زائد 12، وبجميع الأحوال سيكون الناتج 36. ولاحظ أن كان هذا زائد 12، 12 ضرب 4، 12 ضرب 4 يساوي 48. هناك عدة طرق للتفكير في هذا. 11 ضرب 4 يساوي 44. 11 ضرب 4 يساوي 44، صحيح. ونقول أننا نضيف 4 فتكون 12 ضرب 4، أو يمكن أن تقول 12 ضرب 3 يساوي 36، ومن ثم تضيف 12 فيكون الناتج النهائي 48. جميع الطرق تصلح لذلك، لأنك تستطيع أن تضرب في أي اتجاه. لنستمر. 12 ضرب 5 يساوي 60. 10 ضرب 5 يساوي 50. 11 ضرب 5 يساوي 55. 12 ضرب 5 يساوي 60. 12 ضرب 6، سنقوم بإضافة 12 لهذا وسيساوي 72. 12 ضرب 7، مرة أخرى نقوم بإضافة 12، أكثر من 72 ب 12 وسيساوي 84. وكما تعلمون أنا جادة في ذلك، ربما أنا أكبر منكم عمرا، لكن ما زلت أستخدم أو أذكر بعضا من جدول 12، وأحيانا أقوم في عقلي بذلك. 12 ضرب 5، سأقوم بإضافة 12، لا زالت ذاكرتي جيدة. 12 ضرب 6 يساوي 72، جيد. 12 ضرب 8، هذه 12 زائد الناتج السابق 96. 12 ضرب 9، حسنا سنضيف 12 إلى هذا فيصبح 108. 108. 12 ضرب 10، هذه سهلة أليس كذلك؟ نحن فقط سنضيف 0 إلى 12 فنحصل على 120، أو أننا نضيف 12 إلى 108
أي منها ستنجح. 12 ضرب 11 فعلناها من قبل، عندما نضيف 12 إلى هذا سيعطينا الناتج 132. 12 ضرب 12 144، وهذا يوضح لنا أنه إذا كان لدي دزينة من البيض، الدزينة تعني 12، أو أن لدي 12 دزينة، هذا يعني أن لدي 144 بيضة، ففي النهاية نحصل على هذا العدد نفسه أكثر بكثير مما تتوقع. لكن على أي حال قمنا باستعراض جميع جداول الضرب، وأشجعكم على القيام بحفظهم الآن. اكتبوهم على بطاقات أو قوموا بمراجعة الدرس أو يمكنكم المحاولة، هذا سينجح حتما. شاهدوا الدرس مرة أخرى، وإذا أنت تشاهد هذا العرض في عام 2200 فلن أكون موجودة بالطبع، لكن أتمنى أن يكون هناك دروس أحدث في ذلك الوقت. لكن عليك ممارسة هذا، ويمكنك أن تطلب من أحد والديك بأن يقوم بتدوين هذه الجداول على بطاقات، ويمكنك أيضا أن تتذكر هذا الجدول خلال ذهابك إلى المدرسة واختبار بعضكم بعضا، لأن هذا سيعود عليكم بالكثير من الفائدة. أراكم في الدرس المقبل.